تتمثل هذه المخدرات التي تم حرضها أمام وزير الأمن العام والهجرة اللواء سليمان أبو بكر آدم في كمية كبيرة تغدر بحوالي 6 طن من الحشيش وأنواع أخرى من المخدرات وبعض من المشروبات الممنوعة، حيث تمكن أفراد الشرطة من إيقافها على يد بعض الخارجين من القانون خلال دورياتهم الأمنية المختلفة لدوائر العاصمة أمجمينة، ومن خلال عملية أرمضة 1 وأرمضة 2، وأن عملية حرق هذه المواد الممنوعة كانت بحضور النائب الرابع للمدعي العام للجمهورية عز الدين كمال أحمد، بجانب المدير العام للشرطة الوطنية العميد شرطة عثمان باسي لقمة. وقد أشاد المدعي العام للجمهورية النائب الرابع بدور الشرطة في بسط الأمن ومكافحة الجريمة. أشخاص الشرطة قربتهم إن شاء الله يجيبوهم قدامنا المدعي الجمهورية، والمدعي الجمهورية يوديهم قدام المحكمة، وإن شاء الله القانون يتبخ ضدهم. كما أكد وزير الأمن العام بأن مرتكبي هذه العملية سيتم تقديمهم للسلطات القضائية للنظر في قضيتهم. الفلوريدا يعني أبيبري هو 6 طن، ده يعني شغل يعني كبير مرة واحد، وده الشيء يعني بوصف القوات الأمنية ده قاعد بيسوي خدمة هنام كويس، وده يعني نشكرهم كتير ونشكر للجسيس كلها بكولابوراسيون حقها. ويعتبر حرق هذه المخدرات رسالة واضحة للمهربين وتجار الممنوعات بأن قوات الشرطة لهم بالمرصاد.